السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن موضوع سريع وبسيط، وهذه الفيديو الصراحة استجابة إلى سؤال من أحد المشاهدين أو المتابعين بخصوص أنه كيف ممكن نربط النبتة ونثبتها، بغض النظر إذا كانت في أصيص أو كانت في الأرض، إذا كانت نبتة صغيرة أو شجرة أو كذا، المبدأ واحد. وأيضا بغض النظر إذا أنا راح أستخدم عصا مثل هذه أو إذا راح أثبتها في الطوفة باستخدام خشب أو أي شيء. الفكرة هي اللي أبغى أوصلها لكم بسيطة، ولكن الفكرة أن أنا لما أربط النبتة أيا كانت النبتة، ما أربط العقدة على النبتة بهذه الطريقة، ما أربط العقدة بهذه الطريقة على النبتة، لأن اللي راح يصير بالذات لما أستخدم شيء غير الخيط، أو مثلا ممكن أستخدم واير أو معدن أو أي شيء، مع الوقت اللي راح يصير لما تكبر النبتة، بالذات إذا كانت نبتة سريعة النمو، اللي راح يصير اختناق هني، وراح تبتدي يا أنه تختنق النبتة وهاي الغصن راح يتعب ويموت، أو أنه اللي راح يصير أنه إذا بالذات إذا معدن أو واير، أن النبتة راح تبتدي كأن الواير يبتدي ينخر في الجذع نفسه، وراح يصير في نوع النمو، وراح النبتة تنمو فوق الواير، فراح ينغم يعني يندفن الواير داخل الغصن، فلما اني نشيله راح كأنه يقطع في الغصن نفسه، فما نربط بهذه الطريقة. بالعكس اللي نسويه ان اول شيء نربط العقدة في العصا، نتأكد ان نربط العقدة في العصا، بعدين ناخذ الخيط او الحبل او ايا كان ونمرره بهذا الشكل ونشد قد ما نحتاج على النبتة، وبعدين نرجع نربط في العصا نفسها. فبهذا الشكل يصير عندي يعني على حسب الشد، طبعا انا هذه ما ابي اشد عليها، ولكن ما في عقدة هني على النبتة، فما تسبب أي اختناق أو أي مشاكل، لأن كل ما تنمو مجرد راح تدفع الخيط على وراء، لأن الخيط مبح ضاكها من جميع الجهات أو حازها من جميع الجهات، فممكن النبتة تنمو بدون ما يسبب لها أي مشاكل. فدائما نتأكد أن لما نربط أي نبتة مثل ما ذكرت، بغض النظر إذا كانت طماطة، فلفلة، شجرة، نبتة متسلقة، أيا كانت، ما نربط العقدة في الساق نفسه، لأنه راح يسبب لي مشاكل مع النبتة. فأتمنى أن استفدتوا من هذه المعلومة السريعة، وبالذات أشكر المشاهدة اللي أسئلت السؤال وبينت لي أن أنا أحتاج أبين هذه الشرح بالفيديو شوي أكثر، لأنه شوي بالشرح بالكتابة يكون غير واضح وصعب توصيل المعلومة. فإذا في عندكم أي سؤال أو أي مادة تحبون أبينها لكم بفيديو أو يعني بتفصيل أكثر، ممكن تطرحونها وإن شاء الله راح أحاول أسوي اللي أقدر عليه. فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو، وإذا في عندكم أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. وأشوفكم في الفيديو الجاي، في أمان الله.